بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حصة جديدة في مقرر الكيمياء 2-2 نظام المسارات السنة الثانية الثاني ثانوي، الحصة رقم 14، الفصل الثاني الطاقة والتغيرات الكيميائية، الدرس 2-2 الحرارة. الموضوع الثاني في هذا الدرس الطاقة الكيميائية والكون، أهداف الحصة. من المتوقع في نهاية الحصة أن تكون قادرا على أن تعرف الكيمياء الحرارية، توضح المقصود بالمحتوى الحراري، توضح المقصود بتغير المحتوى الحراري في التفاعلات والعمليات الكيميائية. نتوجه إلى ورقة الشرح، الورقة رقم 14، الاستهلال. عملية الطبخ ما هي إلا تفاعلات كيميائية ممتصة للطاقة، حيث تأخذ الحرارة التي تحتاجها من المحيط الذي نرفع درجة حرارته بمقدار محدد حتى نتحكم بكمية الحرارة التي تنتقل للطعام فينضج. حينما نريد طبخ الطعام فإننا نرفع درجة الحرارة حول الطعام الذي نريد أن نطبخه، ويكون رفعنا لدرجة الحرارة متحكم فيه حتى نصل إلى الحرارة المطلوبة لطبخ كل نوع من الطعام. وعملية الطبخ كتفاعلات كيميائية لا تحدث إلا عند وجود درجات حرارة محددة، فهذه التفاعلات هي تفاعلات ممتصة أو ماصة للطاقة، ونستخدم في رفع درجة حرارة محيط الطعام مواقد الغاز التي تمثل تفاعلات أخرى مطلقة للطاقة. إذن حتى نطبخ الطعام فإننا نستخدم الموقد، والموقد أو موقد الغاز، وموقد الغاز يعمل من خلال احتراق غاز البروبان، وغاز البروبان عندما يحترق يطلق قدرا كبيرا من الطاقة الحرارية مع نواتج تفاعل احتراق البروبان، وهي ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، بالإضافة إلى الطاقة الحرارية التي نستخدمها في طهو الطعام. وهذه العمليات التي تحدث في حياتنا اليومية تندرج تحت الكيمياء الحرارية. التساؤل الأول، ما هي الكيمياء الحرارية؟ هي الكيمياء التي تدرس تغيرات الحرارة المرافقة للتفاعلات الكيميائية ولتغيرات الحالة الفيزيائية. التغيرات الكيميائية أي التفاعلات الكيميائية بعضها أو الكثير منها مطلق للحرارة أو ممتص للحرارة، وكذلك التغيرات الفيزيائية كما أخذنا ذلك في الفصل الأول من هذا المقرر، أن بعضها أو كلها إما ماصة للطاقة أو طاردة للطاقة، والحرارة هي ضمن الطاقة أو شكل من أشكالها. فالكيمياء التي تعنى بدراسة التغيرات في هذا الشكل من الطاقة وهو الحرارة تسمى بالكيمياء الحرارية. من المعروف أن التفاعلات الكيميائية تسير وفق نظام محدد، ومنها قانون حفظ الكتلة، فلا بد أن تكون مجموع كتل المتفاعلات يساوي مجموع كتل النواتج، فذلك نظام. فما هو النظام في الكيمياء الحرارية؟ هو جزء معين من الكون يحتوي على التفاعل أو العملية المراد دراستها. ذكرنا في الاستهلال أن في عمليات طبخ الطعام نرفع درجة حرارة المحيط، فما المقصود بالمحيط الذي نرفع درجة حرارته أو المحيط الذي تؤخذ الحرارة منه؟ التساؤل الثالث، ما هو المحيط؟ هو كل شيء في الكون غير النظام. التساؤل الرابع، ما هو الكون؟ ذكرنا الكون في تعريفنا للنظام، وذكرنا الكون في تعريفنا للمحيط. فما هو الكون؟ هو عبارة عن النظام مع المحيط، أي أن الكون يساوي النظام زائد المحيط. في هذا الرسم يقرب لنا الفكرة، فلدينا إناء يجرى فيه تفاعل كيميائي، إذن ما داخل هذا الإناء هو النظام. فإذا كان التفاعل طارد للحرارة إذن تخرج منه الحرارة، وإذا كان ماصا للحرارة إذن تدخل له الحرارة، وكل ما يحيط بهذا الإناء هو المحيط. إذن المحيط هو كل ما يحيط بالنظام أو الإناء الذي تجرى فيه العملية الكيميائية أو الفيزيائية، تغيرات الكيميائية أو الفيزيائية. أما الكون فهو النظام وكذلك المحيط، إذن كل من النظام والمحيط هو الكون.
أما المحيط فهو كل ما يحيط بإناء التفاعل، أما النظام فهو ما يجرى داخل إناء التفاعل. وفي التفاعلات الطاردة للحرارة فإنها تطرد الحرارة إلى المحيط، أما الماصة للحرارة فإنها تأخذ الحرارة أو تدخل الحرارة من المحيط، أي تأخذ الحرارة من المحيط. التساؤل الخامس: اذكر أمثلة لإسهامات الكيمياء الحرارية. المقصود كيف ساعدتنا الكيمياء الحرارية على تجاوز بعض الصعوبات. ما ذكر في الاستهلال هو ضمن الأمثلة على الكيمياء الحرارية، لكن هناك صعوبات لم نستطيع تجاوزها إلا من خلال الكيمياء الحرارية. ومثالا على ذلك، قدمت الكيمياء الحرارية التفاعل الطارد للحرارة للجنود، وهو تفاعل الحديد مع الأكسجين ليعطي أكسيد الحديد ومقدار كبير جدا من الطاقة يبلغ 1625 كيلو جول. هذا التفاعل يجرى في أكياس حرارية، ويستخدمه الجنود في تسخين وجباتهم أو تدفئة أيديهم في الطقس البارد دون أن تكشف مواقعهم، لأن هذا التفاعل يعطي قدر كبير من الحرارة وفي نفس الوقت لا يصدر ضوء أو دخان. فلو أراد الجنود في الخطوط الأمامية من الجبهة تسخين طعامهم باستخدام النار فإن موقعهم سيكون مكشوفا للأعداء، ولكن باستخدام الأكياس الحرارية التي يحدث فيها هذا التفاعل فإنهم سيحصلون على الحرارة اللازمة لتسخين الطعام أو للتدفئة دون أن تكشف مواقعهم. الإسهام الآخر: كما قدمت الكيمياء الحرارية التفاعل الماص للحرارة في الكمادات الباردة، نترات الأمونيوم الصلبة تذوب في الماء وتنتج محلول نترات الأمونيوم، ومحلول نترات الأمونيوم ماص للطاقة، وبالتالي سيسحب الطاقة اللازمة من المحيط، وبالتالي يبرد المحيط حول الكمادة الباردة. ميزة هذه الكمادة هو سهولة استخدامها وكذلك نقلها وحفظها. لو أننا نستخدم الثلج لكان صعبا علينا توفير الثلج في جميع الأوقات، ونقل الثلج أيضا صعب لأنه ينصهر، وحفظ الثلج يتطلب أدوات وأجهزة خاصة، بينما نترات الأمونيوم تكون صلبة وبالتالي يسهل نقلها وحفظها ويسهل أيضا استخدامها، فما علينا سوى وضع القليل من الماء عليها حتى تتحول إلى محلول بارد يوضع في أكياس خاصة ويصبح كمادات باردة. لذا يستخدم في الملاعب الرياضية لتكميد اللاعبون أو اللاعبين المصابين، وكذلك يستخدم في سيارات الإسعاف وغرف الطوارئ في المستشفيات والعديد من الاستخدامات. التساؤل السادس: وضح اتجاه انتقال الحرارة في الكون بين النظام والمحيط في التفاعلات الطاردة للحرارة والماصة للحرارة. في التفاعلات الطاردة للحرارة تخرج الطاقة الحرارية من النظام إلى المحيط، إذن تنتقل الحرارة من النظام إلى المحيط. أما التفاعلات الماصة للحرارة فتدخل الطاقة الحرارية من المحيط إلى النظام، إذن تنتقل الحرارة من المحيط للنظام. المحتوى الحراري وتغيراته. التساؤل السابع: لماذا يستحيل معرفة كمية الحرارة الكلية الموجودة في المادة؟ لأن كمية الحرارة الكلية في المادة تعتمد على عوامل عديدة بعضها غير مفهوم حتى الآن. التساؤل الثامن: بماذا يهتم الكيميائيون في الكيمياء الحرارية؟ يهتم بدراسة تغيرات الطاقة في أثناء التفاعلات الكيميائية المكتسبة والمفقودة، بمعنى لا يهتم كثيرا في كمية الطاقة المختزنة في المادة، وإنما يهتم أكثر بالطاقة الصادرة من التفاعلات أو المكتسبة في التفاعلات. التساؤل التاسع: كيف يمكن قياس كمية الطاقة المكتسبة والمفقودة في التفاعلات؟ يمكن قياس الطاقة باستخدام المسعر كما درسنا ذلك في الحصة الماضية، ولكن عند ضغط ثابت، فتغيير الضغط يغير من كمية الحرارة المفقودة والمكتسبة. إذا ثبوت الضغط شرط أساسي حتى نحسب كمية الطاقة المفقودة والمكتسبة. وقد تعرفنا على أثر تغيير الضغط في تغير درجة الحرارة حينما تناولنا دراسة الضغط في الفصل الأول من هذا المقرر. التساؤل العاشر:
ما هو المحتوى الحراري؟ هو مقدار الطاقة الحرارية المخزنة في مول واحد من المادة تحت ضغط ثابت، أي كمية الحرارة الموجودة في مول واحد من المادة بشرط ثبات الضغط، يسمى ذلك المحتوى الحراري، أي ما تحتويه المادة من حرارة. التساؤل الحادي عشر، ما هو التغير في المحتوى الحراري؟ دلتا اتش ريكسن، هو كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة في التفاعل الكيميائي. التساؤل الثاني عشر، ما العلاقة الرياضية المستخدمة لحساب المحتوى الحراري للتفاعل؟ نحن رمزنا للمحتوى الحراري بدلتا اتش، ودلتا اتش كما نعلم بأنها تعني الفرق بين قيمتين، إذن هناك عملية حسابية تتم لحساب دلتا اتش، فما هي العلاقة الرياضية التي من خلالها نستطيع حساب دلتا اتش أو المحتوى الحراري؟ العلاقة الرياضية تقول أن دلتا اتش ريكسن المحتوى الحراري للتفاعل أو فارق المحتوى الحراري للتفاعل بيساوي اتش اف أو المحتوى الحراري النهائي، ونهاية التفاعل دائما تكون النواتج، إذن المحتوى الحراري للنواتج ناقص اتش اي، وتعني المحتوى الحراري الابتدائي، ويبتدي دائما التفاعل الكيميائي بالمتفاعلات، إذن المحتوى الحراري الابتدائي الذي بدأنا به التفاعل أو المحتوى الحراري للمتفاعلات، بحيث أن دلتا اتش ريكسن فارق المحتوى الحراري للتفاعل يساوي الفرق بين المحتوى الحراري للنواتج اتش بي أو اتش اي أو بالأصح اتش اف النهائية من المحتوى الحراري للمتفاعلات اتش ار أو اتش اي اتش الابتدائية. فاتش اي هي المحتوى الحراري للمواد عند بداية التفاعل، وبداية التفاعل دائما تكون بماذا؟ بالمتفاعلات. أما اتش اف فهي المحتوى الحراري للمواد عند نهاية التفاعل، ونهاية التفاعل دائما هي النواتج. إشارة المحتوى الحراري للتفاعل. التساؤل الثالث عشر، متى يكون التفاعل طارد للحرارة؟ إذا كان المحتوى الحراري للمتفاعلات أكبر من المحتوى الحراري للنواتج، فإن التفاعل يطرد الحرارة الزائدة عن مقدار المحتوى الحراري للنواتج. فالرسم يدل على أننا كلما اتجهنا إلى أعلى كلما زاد المحتوى الحراري. ففي هذا التفاعل نجد أن المتفاعلات في مستوى حراري أعلى من النواتج، وبالتالي حتى تنخفض أو ينخفض المحتوى الحراري في المتفاعلات لكي يصل إلى المحتوى الحراري للنواتج، فإنه يفقد الطاقة الفارقة بين المحتوى الحراري للمتفاعلات والمحتوى الحراري للنواتج. وفقده للطاقة أي إخراجه للطاقة هو إعطاؤنا أو تزويد المحيط بالحرارة. التساؤل الرابع عشر، ما هي إشارة المحتوى الحراري دلتا اتش ريكسن في التفاعل الطارد للحرارة؟ في العلاقة أوضحنا أن المحتوى الحراري النهائي أو للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات، فإذا كانت قيمة المحتوى الحراري للنواتج أقل من المحتوى الحراري للمتفاعلات، أي أن المحتوى الحراري النهائي أو المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للابتدائي أو للمتفاعلات، فإذا كانت قيمة HI أكبر أي للمتفاعلات أكبر من HF أو للنواتج، فبالتأكيد أن القيمة ستكون بإشارة سالبة. لنفترض أن HF لهذا التفاعل هي 2000 كيلو جول في المتفاعلات، والنواتج المحتوى الحراري لها هي 400 كيلو جول، فعند تطبيق العلاقة دلتا H سيكون 400 ناقص 2000 ويساوي 1600 كيلو جول، ولكن بإشارة سالبة، لأن 400 ناقص 2000، لأن قيمة المحتوى الحراري الابتدائي أي للمتفاعلات أعلى من قيمة المحتوى الحراري للنواتج، وبالتالي ستكون دلتا H أصغر من الصفر. إذا كانت HI أي المحتوى الحراري النهائي أو الأولي للمتفاعلات أكبر من المحتوى الحراري النهائي أو للنواتج، أي أن دلتا اتش ريكسن ستكون بإشارة سالبة، لأن قيمة المحتوى الحراري للنواتج أصغر من قيمة المحتوى الحراري للمتفاعلات، وبالتالي الرقم الكبير بإشارة سالبة.
سالبة، فيكون النتيجة إشارة سالبة. هنا العكس، التساؤل الخامس عشر، متى يكون التفاعل ماص للحرارة؟ في التساؤل الثالث عشر تساءلنا عن الطارد للحرارة، وهنا نتساءل عن الماص للحرارة. في التفاعل الطارد للحرارة قلنا أن المحتوى الحراري للمتفاعلات أكبر من المحتوى الحراري للنواتج، إذن الماص للحرارة سيكون المحتوى الحراري للمتفاعلات أصغر من المحتوى الحراري للنواتج، فإن التفاعل يمتص الحرارة الناقصة عن مقدار المحتوى الحراري للنواتج. ففي هذا الرسم يتضح لنا أن كلما صعدنا إلى أعلى يزداد قيمة المحتوى الحراري، فالمتفاعلات في مستوى حراري أدنى من النواتج، وبالتالي حتى يرتفع مستوى الحراري للمتفاعلات ليصل إلى المستوى الحراري للنواتج فلا بد له من امتصاص مقدار من الحرارة حتى يصل إلى المستوى الحراري للنواتج. ماذا عن إشارة دلتا اتش أو فارق المحتوى الحراري للتفاعل؟ التساؤل السادس عشر، ما هي إشارة المحتوى الحراري للتفاعل دلتا اتش ريكسن؟ طالما أن المحتوى الحراري الابتدائي أصغر من المحتوى الحراري النهائي، أي محتوى الحراري للمتفاعلات أصغر من المحتوى الحراري للنواتج، وبتطبيقه في المعادلة دلتا اتش ريكسن بتساوي المحتوى الحراري للنواتج ناقص المحتوى الحراري للمتفاعلات، أي أن قيمة المحتوى الحراري النهائية أو الموجبة أكبر من قيمة المحتوى الحراري الابتدائية أو السالبة، الموجب أكبر من السالب، الرقم الموجب أكبر من الرقم السالب، إذن ستكون دلتا اتش بقيمة موجبة. هذا المخطط يلخص لنا التساؤلات الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، أي إشارة المحتوى الحراري. فالمحتوى الحراري إما أن يكون لتفاعل طارد للحرارة أو أن يكون لماص للحرارة. فالتفاعل الطارد أو المنتج للحرارة، أي أن الحرارة تكون ضمن النواتج، فقيمة المحتوى الحراري تكون سالبة، وذكرنا السبب في أنها تكون سالبة لأن قيمة المحتوى الحراري للنواتج النهائية أصغر من المحتوى الحراري الابتدائية HI. أما في التفاعلات الماصة للحرارة، أي أنها تحتاج إلى حرارة، تستهلك الحرارة لتحدث، فإن قيمة المحتوى الحراري تكون موجبة. لماذا موجبة؟ لأن قيمة المحتوى الحراري للنواتج أو H النهائية أكبر من المحتوى الحراري ل HI الابتدائية الابتدائية، ودلتا H تساوي المحتوى الحراري النهائي ناقص المحتوى الحراري الابتدائي. وفي حالة تكون ماصة، فالمحتوى الحراري النهائي أكبر من المحتوى الحراري الابتدائي، أي أن القيمة الموجبة أكبر من القيمة السالبة، وبالتالي فإن دلتا H تكون موجبة. التساؤل السابع عشر، كيف تكتب المعادلة الحرارية الطاردة للحرارة؟ تكتب بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى هو كتابة مقدار المحتوى الحراري للتفاعل ضمن النواتج، فهي طالما أنها طاردة للحرارة فهي أي أنها منتجة للحرارة، أي أن الحرارة ضمن النواتج، فتكتب بهذا الشكل: المتفاعلات تعطي النواتج ومن ضمن النواتج الحرارة. مثال على ذلك أو على هذه الطريقة هو تفاعل الحديد مع الأكسجين، فينتج لنا أكسيد الحديد زائد 1625 كيلو جول من الطاقة. فنجد هنا أن الطاقة كأنها أحد نواتج التفاعل، كأنها مادة من المواد الناتجة من التفاعل. الطريقة الثانية هي كتابة مقدار المحتوى الحراري بعد معادلة التفاعل مع إشارة سالبة، لأن قلنا أن التفاعلات الطاردة أو المنتجة للحرارة تكون دلتا H بإشارة سالبة، مثل أن المتفاعلات تعطي النواتج، وهناك محتوى حراري يساوي كمية الحرارة كيلو جول بإشارة سالبة. مثال على هذه الطريقة في كتابة المعادلات الحرارية أن الحديد يتفاعل مع الأكسجين فيطلق أو ينتج أكسيد الحديد، وهناك مقدار من المحتوى الحراري يساوي سالب 1625 كيلو جول. التساؤل الثامن عشر، كيف تكتب المعادلة الحرارية الماصة
للحرارة. أيضا هناك طريقتين لكتابة المعادلة الحرارية الماصة للحرارة. الطريقة الأولى هي كتابة مقدار المحتوى الحراري للتفاعل ضمن المتفاعلات. طالما أنه ماص للحرارة معناها أن الحرارة تكون ضمن المتفاعلات، فالتفاعل الحراري الماص لا يتم إلا حينما يمتص الحرارة، أي أن الحرارة ضمن المتفاعلات ليعطينا النواتج. مثال على هذه الطريقة: نترات الأمونيوم يلزمها 27 كيلو جول من الحرارة لتذوب في الماء وتعطي أيونات أمونيوم ذائبة وكذلك أيونات نترات ذائبة. فلا يمكن أن تتكون الأيونات الذائبة من النترات ومن الأمونيوم إلا عندما تمتص نترات الأمونيوم مقدار من الحرارة يبلغ 27 كيلو جول. الطريقة الثانية لكتابة المعادلات الحرارية في التفاعلات الماصة هو كتابة المحتوى الحراري بعد معادلة التفاعل مع إشارة موجبة. فالمتفاعلات أو المعادلة تكون المتفاعلات تعطي النواتج، وهناك محتوى حراري للتفاعل مقداره موجب كمية من الحرارة في الكيلو جول. مثال على هذه الطريقة: نترات الأمونيوم تذوب فتعطي أيونات أمونيوم وأيونات نترات، والمحتوى الحراري لهذا التفاعل هو موجب، أي أنه ممتص ل 27 كيلو جول. التساؤل التاسع عشر: متى يكون المحتوى الحراري دلتا H يساوي كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة QP؟ عندما يحدث التفاعل عند ضغط ثابت، أي أن Q يساوي دلتا H ريكسن. ومنذ بداية الحصة ونحن نشترط ثبات الضغط، وقد عرفنا أثر ذلك حينما درسنا الضغط في الفصل الأول من هذا المقرر. إلى هنا يكون قد انتهينا من الدرس الثاني المختص بالحرارة والذي تناولناها على مدى حصتين، ونلتقي في الحصة القادمة بمشيئة الله مع الدرس الثالث من الفصل الثاني المعادلات الكيميائية الحرارية. إلى ذلك الحين ابقوا في أمان وفي حفظ الرحمن.